في سهل البقاع الغربي اللبناني تعتبر محمية عميق من أجمل المحميات الطبيعية في لبنان، وتضم مستنقعات مائية تحولت موطناً للطيور المهاجرة. وبسبب صمودها أمام التغير المناخي استطاعت برطوبتها تقديم المأوى والموارد للحياة النباتية والحيوانية المتعددة. بالنسبة لشو عنا أنواع طيور بحوالي سنة 2000 بيّن أنه عنا حوالي 252 نوع من الطيور بتمرق بقلب عميق. عم نحكي كأنواع، هو بيمرق عشرات الآلاف من الأعداد، بس كأنواع 252. بلشنا هلأ بكلاسيفيكيشن جديدة، أكيد نحن بنطمح أنه هيدا العدد يكون زاد بالقليلة 20 30 40 نوع جديد من بعد المشاريع اللي اشتغلناها بقلب عميق، بالإضافة لأكيد عشرات الأنواع من إذا عم نحكي بالتنوع النباتي ولا الحيواني حتكون كمان زادت عنا من وراء الشغل اللي نشغل بعميق. وعلى ارتفاع نحو 2000 متر عن سطح البحر وعلى مساحة حوالي 550 كيلومترا تنتشر محمية أرز الشوف في جبل لبنان، حيث تعد الأكبر ضمن قائمة المحميات الطبيعية، وتتميز باحتضانها أشجار الأرز المعمرة بالإضافة إلى مئات الأصناف من النباتات والحيوانات والطيور، وتشكل مصدرا للحفاظ على التنوع البيئي ورافدا للسياحة البيئية. بالمحمية عندنا أشجار الأرز اللي هن الإرث الأساسي اللي منحافظ عليه، بس عندنا أشجار تاني كمان مثمرة، عندنا حياة برية غنية من الثدييات للزواحف لحتى للطيور. نحن لبنان بيقع تاني أهم ممر للطيور المهاجرة، عندنا نباتات متنوعة، نباتات لها استخدامات طبية لاستخدامات عطرية وغيرها. فوجود المحمية بيساعد ليحافظ على هودي الأنواع وخاصة المنقرضة منهم. ليه؟ نحن بنعمل أعمال مراقبة، ومن خلال المراقبة بنساعد عملية إكثارهم، لأنه بنأمنهم البيئة المناسبة ليكونوا هني عم بيتعايشوا وبيزيد عددهم. لدى وزارة البيئة خطة لتطوير عمل المحميات وتحسين إدارتها وتوسيع نطاقها، بعدما تبين أن 22% من المساحات الخضراء في لبنان تصنف مناطق محمية. الدراسة اللي عملناها مؤخرا أثبتت أنه الاستثمار بالحماية والمناطق المحمية بيعطي عائد جدا مرتفع. المحمية الأكبر في لبنان هي أرز الشوك، وجدنا أنه كل دولار ممكن نحن نستثمره بالحماية والمحمية يمكن يعطينا 19 دولار عائد مباشر وغير مباشر، وهذا شيء جدا إيجابي لنقدر نطور. وهذه جزء من خطة الوزارة، تطوير عمل المحميات وتحسين إدارتها والعمل أيضا على تسويقها أكثر وأكثر، وإضافة أيضا محميات موجودة حاليا 7 اقتراحات لمحميات في مجلس النواب. جهود كبيرة في لبنان، حيث يعمل ناشطون بيئيون على تعزيز دور المحميات في تحصين البلاد من التداعيات السلبية للتطرف المناخي. بحسب خبراء بيئيين، من أهم التحديات التي يمكن أن تعيق تطور عمل المحميات الطبيعية التغير المناخي والتعديات البشرية والافتقار إلى مصادر التمويل، بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية. ويليام عزام، الحرة، من محمية عميق في البقاع اللبناني.